Mini studio. جديدة لميني ستوديو عم بتبلش هلا، واليوم انا بدي احذركم شو في بهاي الصندوق. بتعرفوا هيدا صندوق بريد ميني ستوديو، بنحط بقلبه كل رسائلكم وصوركم اللي بتبعتوا لنا اياهم. وانا هلا رح افتحه وبلا ما اطلع رح طلع صوره. يي طلع لي صوره مهضومه لسيسيل خليل بعتت لنا اياها. سيسيل هون هيئتها بصف الجيمناستيك، لانه مثل ما انكم شايفين عم تعمل عرض حلو كتير. سيسيل بدنا نبلش حلقتنا معك ونقلك مبروك، لانه رح تربحي معنا هديه وبركي شي مره بتجي بتعملي لنا هالعرض الجيمناستيك هون بميني ستوديو. مبروك، رح نشوف هديتك. مبروك، ربحتوا لعبه تقديمه ابو شبكه. الهدايا كتيره بميني ستوديو لكم، وما تنسوا تحفظوا رقم 03-85-86-87 تتعرفوا كيف فيكم تحصلوا على هديتكم. وهلا الكتاب تبع اليوم اللي بدي اعرفكم عليه اسمه جود نايت مون اي بي سي، لاصحابنا الصغار اللي بعدهم عم بيتعلموا أحرف الأبجدية، بس هو بالإنجليزي بي لايك برش، سي لايك لوك، دي لايك دول، او لايك أوتسايد. فإذا الصور مهضومة وأصحابنا الصغار هيك بيقدروا يتسلوا ويتعلموا بنفس الوقت الأحرف وكلمات جديدة بالإنجليزي. فإذا اسمه جود نايت مون. وهلا انتو تتسلوا بالبيت ولما تكونوا قاعدين مع اصحابكم بتبلشوا تخترعوا العاب، مثلا تعالوا نلعب انسان حيوان شيء او اكس زيرو. قالكم البرنسيس كمان بيحبوا يلعبوا؟ مين منهم رح يربح؟ تعالوا نشوف سوا بحلقة اليوم. اغنيلا بدنا نلعب لعبة. اوكي، بدي اقول بقلبي هلا احرف الابجدية وانت بتقولي لي ستوب، والحرف يلي بوصل له بدك تعطيني غنية بتبلش بهذا الحرف. اوكي يلا منبلش. ستوب. بعد ما لحقت قول شي. طب على كللو توت موسيكلات، على كللو على كللو توت موسيكلات، على كللو Elle est née un beau matin dans un berceau de bois. Son père et sa mère étonnés n'en revenaient pas. عرفتيها هي غنية بكاسين؟ ايه مزبوط، هلا اتذكرتها لانه نسيتها قبل. غنية بحرف الا. اجا دو 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 بوش باينابل شيك ذا تري، اجا دو 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 بوش باينابل بلاين كافي، تو ذا ليفت تو ذا رايت اب اند داون اند دو ذا نيت. برافو اغنيلا، كثير صايرة قوية بهيدي اللعبة. شوي بس انت اشطر مني بالاغاني. بتعرفي شو احلى شيء عندي انا؟ شو؟ انه اتذكر بس كنت صغيرة كانت امي دائما تغني لي قبل ما فوت نام. مثل شو يعني؟ ما بتعرفي لي شانسون دو نوتر انفونس هي غنية قديمة بميني ستوديو؟ بلا ذكرينا شي غنية. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ses messieurs, ses messieurs me disent trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça sera un escargot tout chaud. Chaud quand même. Prenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. طب ما بدنا نضلنا عم نغني كل النهار. طب حلوين الاغاني. انا جعت وبدي اقوم اكل. بتضلك جوعانه، ما في احلى من انه واحد يتذكر طفولته. طيب خلينا نشوف مين بعد. طيب رح نشوف. وصلت لنا اليوم رسالة من كريتيان عبود، بيقلنا هاي بحب كل فريق ميني ستوديو خاصة غادون لأنه كتير بيضحكوا، وعبله يجي ويعيد عيد ميلاده معنا. نبعت له بوسة كتير كبيرة لكريتيان. هديتكم من ميني ستوديو هي ماج أو بازل برينسس كولكشن، ممضية من البرينسس نفسها. J'avais bien tout appris. The lovely bitch in the sky, the moon.
تجربة اليوم رح فرجيكم شو بيصير وقت نقطع بالون فوق شمعة. انتو شو قولكن بيصير؟ بدكن نشوف سوا؟ يلا. فقع البالون. رح ارجع ضوي الشمعة وقطع البالون التاني تنشوف شو بيصير. بس انتو انتبهوا بالبيت انه ما تستعملوا النار لوحدكن. هيدا البالون في بقلبه مي. سو ما بيفقع. رح جرب من كل الميلات. وقت تحطوا مي بالبالون اكيد ما بيفقع لانه المي والنار they condense سو ما بيفقع. هلا رح نشوف فيديو بعتلنا اياها هادي منتصر قالنا انه كثير حلوه بنحضرها كلنا سوا. Grab both ends of the board. Just the board. Just the board. Lift it, yep, lift it up and hold it straight. Oh my god! Okay, what I'm gonna have you do is I need to do this in sprint. Lift the board up high above your head for me if you can. من ميني ستوديو هي تقدمة بيير روجيه ساعة حلوة كتير بتلبسوها ودايما بتفكروا فينا. أنا وقت أكبر بدي أصير معلمة وبعد الظهر بدي أغني بميني ستوديو. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. جورج أبو زيدان عمره 10 سنين بحب كتير يشجع فريق مانشستر وما بحب أبدا يزب التخته بالبيت. جهاد جعجع
عمره 10 سنين، بحب كتير ياكل جاتو وما بحب أبداً لما مامي بتحضر له تختين. من بعد ما تعرفنا على المشتركين رح نبلش على السريع نلعب 1 منت قد بقى الاف لنشوف مين رح يكون أسرع شيء ويربح اليوم يوث باكج من بنك ليبانو فرانسيز. رح نبلش مع جورج. يلا ستارت جيم. عشرين ألف. أربعين. خمستاشر ألف. أربعين ألف. مية وحداشر ألف. بعد معك 28 ثانية. خمسة وتسعين ألف. إذا غلبتت فيك تكبس عليهم بيرجعوا لمحلهم. يلا واحدة تانية. ستة وسبعين ألف. خلص وقتك جورج وأنت بدقيقة جمعت 2595 نقطة. قد ايه لكم رح يقدر يجمع جهاد؟ رح نشوف هلا كلنا سوا. يلا play again. خمسين يعني عشرين تين وعشرة مزبوط. عشرين ألف. قد ايه بعد ناقصك؟ أربعة آلاف. يلا واحدة تانية. سبعين. سبعين ألف. أوكي. مية وواحدة وخمسين ألف. خلص الوقت. جهاد أنت بدقيقة جمعت 335 نقطة. يعني أكيد جورج اللي ربح. مبروك جورج. بس كمان جهاد ما رح تفل خسران ورح تربح دي صغيرة من بنك ليبانو فرانسيز. هلأ كلنا سوا رح نشوف شو ربح جورج. هديتكم من بنك ليبانو فرانسيز هي بطاقة يوث تتفتحوا حساب باسمكم وكمان 100 دولار. مبروك. وتأكبر بدي يصير حكيم، بدي يكون عند الطيارة لأبرم العالم. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. ردو أنا رح بلش. لا لأنه بفتكر أنت ما بتعرف أحرف الأبجدية. لكن ما تبلش شوفوني شيري تتزك علي أنك أنت بتعرف وأنا ما بعرف. لا بليز لا 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 انا رح بلش. لحظه لحظه لحظه، في شيء اسمه منطق بهالحياه؟ ما في شيء هيك دغري. اي مال بدك؟ هي ولا هي؟ بدي هيدي. انا كان بدي اياها. لا لا الي هي. طيب خلص رح كبر عقلي. يعني انا رح بلش. لحظه لحظه، شيلها هيدي. تفضلي بلشي. طلعت قصدا. تفضلي. طيب بتعرف اللعبه ايه؟ يلا اكيد ولا رح نقول، رح نعمل احرف الابجديه إيه؟ ورح توقفني ما تنسى. أوكي. انسان حيوان شيء فاكهه. اوكي يلا. الف ب ت س ج ن خ ت ل س ج ن ز ن ر. طب ما اقول ستوب وقفني. ليك ما انتبهت. ما سوري انا بعتذر. يلا رجعي. طيب يلا رح نعيد. ليك ولا انا اذا كتبت مثلك نفس الكلمه شو بيصير؟ لا ما بيصير، ما حدا بيربح، تلتغى اللعبه. يعني بيصير مش ما بيصير. خلص يلا 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 ما تطلع معنا شوفوني عم نلعب. يلا ستوب 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 ستوب. اوكي اوكي وقفنا على الجيم. يلا يلا انسان حيوان. اوكي ستوب. انا ستوب. انت كمان؟ ايه يلا. اوكي انا انسان كتبت جورج. ايه انا جورج. خلص يلا شيلي يا هيدا. طيب حيوان. جردون. مينيموم يعني اكتب حالي يا جماعة. خلص يلا شيلي يا كمان. جرس. ايه انا كمان. انت كمان؟ ايه يا حو جرس. شو عم تقرا افكاري؟ لا يا شوفوني ولا ما حنكتبهم. فواكه. ايه جوز. جوز.
انا قلت بتمنى ما تقولي جوز قلت جوز. يلا يلا ما بحسن. طب خلص خلص من عيدة خلص كل حال هيدي ما مش محسوبة. اوكي يلا. طيب يلا انت هلا دورك. شو دوري؟ انت بتقول الف بتي سي انا ولا يا شوفوا شو هالحكاية ده اكيد بعرفهم. طب يلا يلا الف بتنزل تجين حنان ما ستوب ستوب عشوية وقفت stop. على الكاف كاف 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 يلا. طيب يلا ستوب خلصت؟ ايه وانا كمان يلا يلا قولي لي انسان كارل كارل انا كارل يي فكرت بهي صاحبتنا جيجي ابنها اسمه كارل انا كمان ما هدول يشوفوني طيب. يلا وحيوان حيوان كلب كلب انت كمان انا كتبت كلب خلاص 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 شو هيدا ما بيصير هيك كل شي بتعمل مثل ما انا بعمل شو بدك انا زهقت كتبنا مثل بعض خلاص خلاص زهقتني ما سليتني ابدا خلاص انا فيلي شو بك يا شوفوني بتزعلي ساره بسرعه مش حلو هيك ليش انا بعرف هاللعبه ما بعرف الا سامع فيها بس بدي يمضي نهار بلا شغل قلت لها يلا قلت لي بتلعب هيدي انسان حيوان قلت له كيف بلعبها وهيك صار انا بس عم بعمل هالشغل كله كمان لا تلتهي وما تقول لي روح يا رضو وطع يا رضو رضو ذكي اعترفوا انه ذكي يا شوفوني طع طع يلا يلا تعال كف اللعبه هلا حرف الدال يعني تعلمنا اليوم انه لما نلعب مع اصحابنا لازم نتحلى بالروح الرياضيه شو يعني الروح الرياضيه يعني ما نزعل اذا خسرنا لانه باللعب اوقات بنربح واوقات بنخسر مش مشكل اذا شي مره خسرنا على كل حال اهم شيء انه نتسلى وهلا رح نروح سوا على ارشيف الام تي في مسرحيه اسمها اورسو دو سيتي وبقلبها في غنيه اسمها غوزاي لا كوتوريير تعالوا نغني سوا بليتس ريمبر وبعدين رح نودعكم لانه حلقتنا خلصت وبنشوفكم بكره بحلقه جديده باي Toute prête à vous croquer Je suis gourmande, moi la grosse groseille Quand il s'agit de bien manger Les ours doux, y'a rien de plus doux Que de vous avaler Une faim sans loi qui fait ma joie Et qui vous fait à tous craquer Groseille c'est moi, je suis là Toute prête à vous croquer Je suis gourmande, moi la grosse groseille Quand il s'agit de bien manger Je vais vous assaisonner Boutarde, citron, vinaigre C'est bon ou sauce cocktail Qui pique le nez Les ours doux à pois ou bien grillés Je vais sans doute me régaler Depuis longtemps, depuis la nuit des temps Je voulais vous retrouver Groseille, c'est moi Je suis là, tout est prêt à vous croquer Je suis gourmande, moi la grosse groseille Quand il s'agit de bien Votre maman vient vous chercher Venez sans résister, laissez-la vous s'embrasser Maman Groseille n'a pas son pareil quand il s'agit de déguster Les ours doux au four avec la pomme de terre bien dorée Groseille c'est moi, je suis là toute prête à vous croquer Je suis gourmande, moi la grosse groseille Quand il s'agit de bien manger Les ours doux, y'a rien de plus doux Que de vous avaler Une faim sans loi qui fait ma joie Et qui vous fait à tous craquer Groseille c'est moi, je suis là toute prête à vous croquer Je suis gourmande, moi la grosse groseille Quand il s'agit de bien manger Les ours doux Plus doux que de vous avaler Une faim sans loi qui fait
Alors,